اي والله يسلم والايدين يا ام هاني. وايدك تقبلني. تعرف ابو هاني هالمطبخ عم يتعبني كثير كثير. اوف وليش بقى؟ يعني اغراضي صار مكدسه فوق بعضها البعض. الله وكيلك بضل ساعه لحتى ادور على الغرض ولاقيه. وليش ما بتحطي كراكيبك على السقيفه؟ السقيفه صغيره ما بتوسع شيء. ما فهمت عليكي ام هاني، شو المطلوب مني يعني؟ يا سيدي اول شيء بدي مطبخ امريكي، وبعدين لازم نوسع السقيفه لانه ما شاء الله كراكيبنا كتار واغراضنا كتار كمان، ولازمنا كمان مناخل جديده. بتعرف ابو هاني الحشرات عم تفوت من الشبابيك. امبارحة قتلت لك شغلة هيك طويلة وإلى راس صغير ورجليها كمان طوال، إيه ما عرفت شو هي، لقيت لك ياها مترنتحة بأرض هالمطبخ وأخذي راحتها على الآخر. معلش يا مهاني بدك تتحملي شوي، لأنه هلأ ما بقدر ساوي شي قبل العدة. أنو عدة؟ ليش بدك تطلقني؟ فظاعة شو خيالك بيروح لبعيد. لك عم بحكي عن عدة الكوي تبع المحل، شو نسياني إني ناوي اشتري عدة جديدة؟ إيه لا أماني نسياني، إيه بس صار لك عم تحكي هالحكي أكثر من 5 سنين ولا لا ما اشتريت شي. بس هانت أم هاني، هانت الشغلة، مو بقيان إلا عضة كوساية بإذن الله واحد أحد. إيه وقديش طول هالعضة بقى؟ إن شاء الله 5 سنين تانيات. لا لا اطمني، كلها شغلة كم يوم إذا الله راد. بفهم من كلامك إنه متى ما اشتريت العدة بنقدر شوي يعني نتحكم بمصروف البيت. ايه طبعا على القليل وقتها بنقدر نلغي سياسة التقشف وشد الأحزمة وربط المعاد اللي كنا مطبقينها. والله ماني عارفاني شو بدي اقلك، يعني انا بصراحة ما بحب اتدخل بشغلك، بس كمان بنفس الوقت يعني مالي شايفة لزوم للعدة الجديدة. هي المحل ماشي حاله والله ساترنا فيه، والعدة القديمة موفية بالغرض وزود. يا ام هاني الحياة كلياتها عم تطور هالقتنية ولازم نحنا نتطور معها كمان. بعدين انا عم ساوي هالشي مشان ريح حالي فكري، عم ساوي هالشي لابن هاني. ليش ابو هاني هو اللي عم ينق عليك مشان العده مو هي؟ ما فهمتي قصدي. ابي الله يرحمه لما ورتني هالمحل ورتني اياه وهو على وضعه من 50 سنة، يعني كنت سخن مي بالتنكه واغسل الغسيل بالصوده على ايدي وتقبض بركاز من الصبح واقعد ساعه لحتى حمي المكواي. يعني بالمختصر كانت شغلتنا معدة وصعبة ومتعبة كتير وشقيت كتير يا أم هاني وتعذبت كتير لحتى اشتريت العدة اللي شايفتيها هلأ بالمحل. وأنا يا أم هاني ما بدي ابني يشقى ويتعذب مثلي، ما بدي يتعذب، بدي سلمه المحل جاهز مجهز من مجاميعه بعد الله ما ياخد أمانته. يبعد الشر عنك، كش برا وبعيد. شو لزوم هالحكي يا أبو هاني؟ لك الله يديمك فوق راسنا ويخلينا ياك يا حق. لا بس حبيت حطك بالصورة لحتى ما تفكري اني عم اشتري عدة جديدة للمحل مشان اتبهنك واتبحتر ودلل حالي. بعرفك تقبرني بدون ما تحكي، طول عمرك فاني حالك مشان الاولاد. هاي سنة الحياة يا ام هاني، شو بدنا نساوي؟ وين سجادة الصلاة؟ بدي صلي الظهر جنب الصوفاية. تقبرني جوا. يا الله يا خفية الالطاف نجينا مما نخاف. يا الله يعطيك العافية بابا. الله يعافيك. لك شو عم تعملي؟ شو عم تعملي انتي؟ شوفت عينك عم بطي فستان. لا هي ما بريدها منك ابدا، رح ازعل منك. ضبي الفستان، ضبي قوام. بس يا بابا. طبعي وصرتي بتعرفي، يعني طول ما فيني نفس عم يطلع وينزل من صدري ما حدا بيكوي قطعة بهالبيت غيري، الا اذا كنتي مالك مقتنعة بمعلمية ابوكي. ولو يا بابا، انت على عيني وراسي، بس انا مو حابة اتعبك، بيكفيك شغل الزباين بالمحل، ليش حتى تتعب حالك وتكوي كوي البيت؟ لا تناقشيني، ضبي فستانك وابعتيه مع هاني على المحل، وإذا عندك شيء تاني للكوي ابقي ابعتيه مع الفستان. حاضر بابا، مثل ما بتريد. شوفي هادية، إذا بشوفك مرة تانية عم تكوي رح اضطر صادر لك المكواية. ها؟ لا خلاص بابا، طمن، ما عاد اكوي. ماشي الحال، شفتي لي سجادة الصلاة وينها؟ ليكها عندك على الترابيزة، قبل شوي كويت لك إياها. شفتي شلون إنك مصرة تزعليني؟ ما عاش اللي بدي يزعلك. أصبح الله يرضى عليكي، اسحبي فيش هالمكواية وضبيها بخزانتك بيكون أفضل. حاضر بابا، تكرم عيونك. يا هاني. في شي بابا؟ الله يرضى عليك ابني، شفي الغسيلات اللي جوا، يا ترى نشفوا ولا لسه؟ حاضر.
بيت الإضماني كنستين وحرام، بيت الخالدي تنور عدد ثلاثة، سرقوني فوشي وليلك. لساته رطبين شوي. لساته رطبين شوي. آخ لك يلا سيدي هانيت، بكرة متى ما اشترينا نشافة وحماصة بترتاح من هم الغسيل وتنشيفه. بابا صدقني أنا ما عندي مشكلة، المهم أنت ترتاح شوي. ولك ابني أنا ما برتاح لوقت كون عم اشتغل، بالعكس إذا قعدت وما اشتغلت بتعب كتير، بتكسر بدني وبتتيبس عظامي وبتتخشب مفاصلي. المهم الله يرضى عليك، حط هالغسيلات اللي بالسلة الكبيرة بالغسالة الجوانية أوام لا تمهيصها. حاضر بابا. عم قلك يا لطيف شو زعل مني لما شافني عم اكوي فستاني بإيدي. يو انتي التاني، ما عدتي تعرفي طبق أبوكي؟ بعرفه بس ما بيكفي شغل الدكان، كمان نزيد عليه بكوي البيت. والله معك حق يا هادية، بس ولا يهمك الشغلة محلولة. شلون؟ نعطيه شوية من كويات البيت والباقي نكوي هون على السكات، يعني لا من شاف ولا من دري، مو ضروري يشوفنا ونحن عم نكوي. وإذا لقطنا بالجرم المشهود وصادر المكواير؟ هادية لا تصعبية كتير يا ستي محلولة، منستعير مكواية الجيرة. ولا يهمك، لا تهكلي هم أمي. هيك طمنتيني. إذا بدك نصيحتي يا أبو هاني عمين مثلي، جيب عدتك من حلب اليوم قبل بكرة. يعني فكرك من حلب أحسن؟ مو قصة أحسن وأسوأ، بس بحلب بعرف معمل ممتاز كتير وبمون على صاحبه وبيكارمك كتير، وهناك بيعمل لك خصم مرتب والشحن عليه كمان. والله إذا مثل ما عم تقول منيح كتير، شو بدي أحسن من هيك؟ تفضل يا سيدي، وهي عنوان المعمل بحلب، بس أنت قلن أنا من طرف أبو تيسير وشوف شلون بيكارموك. يا سيدي كتر الله خيرك. ولو بدنا خدمة محرزة يا أبو هاني. بس ما قلت لي يا أبو هاني شو العدة بك جيبها من هنيك؟ هذا يا سيدي بدي جيب جحش كوي اتماتيك وحماصة اكسترا لارج ونشافة دبل. بس هدول؟ بس شو بدي اكتر من هيك يعني؟ انا بفكري جيب غسالة جديدة كبيرة بتلزمك لغسيل البرادي والحرامات. صحيح ابتيسير، بس الغسالة غالية علي شوية. ما بقلك لا، الغالي حقه معه، ويكون بعلمك انه بهالغسالة الجديدة رح يزيد شغلك ورح يتضاعف مردود المحل. بعدين اذا بتسمع نصيحتي يا ابو هاني لا تشتري جحش كوي اوتوماتيك، ما بيلزمك. شلون ما بيلزمني بقى انت تاني؟ اشتري مكبس بخار فرد مرة، لانه مو كل يوم رح تجدد عدة المحل يا ابو هاني، مزبوط ولا لا؟ بقى فرد مرة اضربها على اللاوية وخلص من الهم. لا يا ابو تيسير هيك بلشت تلعب بعقلي انت. يا ابو هاني انا ما بيهمني غير مصلحتك، اعمل اللي عبقلك عليه ما بتندم. ايه الله يقدرنا ويبعث لي فيه الخير. يا بلال عمل ايه؟ الله يرضى عليك، بلد وشايات، هات طقم قهوة. على راس مكبس بخار صدقنا وآمنا، بس لشو الغسالة الأوتوماتيك؟ ايه هون بالبيت عنا ما في غسالة أوتوماتيك حتى يكون بالمحل فيه. يا ستي هم نغسل لي غسيلاتك بالمحل، شو هلأ يعني؟ بقى اطمني وريحي حالك ولا يكلك فكرة، وكل شي عندك برادي وحرامات وتياب بتنغسل بغسالة المحل، بقى شو لزوم غسالة الأوتوماتيك بالبيت؟ ام هاني يلي عنده عشي ما بيزفر ايديه ولا شلون؟ خلص خلص اعمل اللي بتلاقيه مناسب، انت ادرى بمصلحتك. يا عيني عليكي هذا الكلام يلي بينسمع. وتقريبا قديش بتكلف العدة كلياتها؟ يعني بدك تقولي بحدود 300 ألف. قولي وقديش معك منه؟ يعني بحدود 200 ألف. يعني على هاللون بينقصك 100 ألف؟ ايه في هيك شي. قولي منين بدك تدبرهم هدول؟ قال أبو تيسير بديني 50 ألف. حلو، والخمسين التانيات منين؟ يا أم هاني والله ما بعرف. ولا يهمك تقبرني، أنا بدبر لك ياهم. ومنين بدك تدبريهم بقى؟ ما عليك أنت من هالشغلة. لا تكوني ناوية تبيعي صيغتك، اوعك. ها دخيلك، ليش أنا عندي صيغة لحتى بيعها؟ لكن منين رح تدبريهم؟ يا سيدي أنا ونسوان الحارة عاملين جمعية ب40 ألف، وبما أني أنا مضطرة يعني رح أتواسط معهم مشان يقربوا لي دوري بالقبض. عظيم كتير، الله يعز أصلك، معناها فرجت وبهالصورة بيبقى علينا بحدود 10 آلاف. صحيح والله، منين بدك تأمنهم هدول؟ قولي هدول مو مشكلة، لأني كنت حاسب مصروف سفرة حلب حوالي 10 آلاف ليرة، هلأ ممكن نوفرهم. يو شلون بدك توفر منهم بقى؟ فهمني. يعني مو شرط تبحتر بهالسفرة،
لأنه أنا مالي طالع سياحة وشمت هواء، أنا طالع بشغل. إيه ما اختلفنا، قد ما كان أبو هاني بدك تصرف 4-5 آلاف. لا لا لا، 1000 ليرة بيمشي الحال. وكيف بقى أبو هاني؟ يا ستي أول شي بروح وبرجع بالهوب هوب. شو بالهوب هوب؟ هلا ما عاد يسوى. تاني شي باخد معي زواتي من البيت مشان ما أكل برا وحط مصاري. ثالث شي بنام ليلة واحدة هنيك بشي أوتيل رخيص وانتهت السيرة. ولي على قامتي عليك يا أبو هاني، على هالحالة رح تتأهرم كتير. ولك ستي خليني اتأهرم لي يومين زمان واشتري العدة واخلص من هالقصة بقى. ماشي، تكل على الله تقبرني. لك روح، الله يرزقك على هوى نواياك يا حق. بابا بجوز تلزمك. ايه طبعا ضروري، حطيتها هون. وهي الصنبيشات جاهزين. يسلموا ديات، حطيهم بشدة هاي بابا. ابو هاني وين حطيت المصاري؟ بشدة هاي راح تضل بايدي وما راح تفارقني النوم. شو رايك فيق لك هاني مشان يودعك قبل ما تسافر من غير شر؟ لا معلش اختي، امبارح سهران كتير ما بدي ازعجه. يلا لازمك شي من حلب بابا؟ لا بابا ما بدي إلا سلامتك. إذا لازمك شي احكي، لا تستحي، لا تقولي بابا عم يوفر وما معه مصاري. قسما بالله أنت يا هادية بالذات، لو تطلبي مني لبر العصفور لجيب لك إياه. الله يخلينا إياك يا رب، والله ما بدي إلا سلامتك. أبو هاني جيب لنا شوية صابون وشوية زعتر الهادية لأنه بتحب المناقيش مع الشاي. على عيني وراسي، ليش لا؟ تكرم عيونكم، خاطرك بابا هاتي بشوفك. الله معك بابا. مع السلامة تقبرني. الله يخليك يا رب. الله يعطيك على حسب نواياك يا حق، تروح وترجع بالسلامة تقبرني. دير بالك على حالك بابا. امس حلب. اهلا وسهلا، تفضل يا حباب، تفضل. امين علينا، اهلا وسهلا، تفضل. امس حلب. يا ريت علينا. سلام استاذ، الله يعافيك. سلام عنك، الله يعافيك يا رب. تفضل يا استاذ، تفضل. قولين لتمشوا. لا هلا نمشي، تفضل. اهلا وسهلا يا حبابي. ليه حبابي ليه؟ طالع حمص حلب طالع. طالع حمص حلب، تفضل يا حباب، تفضل يا حبابي. استنى عندك يا معلم. معلم نزلني عندك الله يخليك.
شو اخبار الحادث يا عطيه مصطفى؟ سيدي جثه محروقه ومتفحمه تماما، من المستحيل تعرف عليها، ما في ملامح بنو، ولقينا هالشنطه بجنب الموتور. هاي هويته وهي مصاري. سيدي من حسن الحظ انه الشنطه ما احترقت، لانه يبدو انه وقعت منه قبل الاصطدام بلحظات. ماشي الحال، جهز لي دويه فورا وبعدين بنبعت هالشنطه مع الضبط على الشام. والجثة سيدي شو نعمل فيها؟ الجثة رح نسلمها للسلطات المختصة، لأنه على ما يبدو مو خرج أبدا تتسلم لأهله ولا بشكل. طبعا سيدي، لأنه مو بريان من نشين. ماشي، أصبحت هجزة دورية بسرعة. حاضر سيدي. نازل عالشام خيو؟ لا والله ما نازل، نبي تعا بكرة. حاضر. يا ريت أهلين، حدا عسلامة. حد عسلامة يا انسين. تفضلي. هي الشدات. وين شدايتك؟ هي. يلا بيك، حد عسلامة. وين شدايتك انت؟ هي تفضل. حد عسلامة يا ميت الف. ميت سلامة. الله يخلي لك الولد. يا ميت الف سلامة. وين الشنطة؟ خيو؟ قوم خيو؟ شو؟ دخاي ميت سلامي وصلنا على حلب. الشنطة فين الشنطة؟ لا شو أنا شنطة؟ الشنطة يلي كانت بحضني هون 300,000 ليرة فيها. شو 300,000 ليرة؟ خيو دور منيح خيو، لا تبلينا. أنا انسرقت يا عالم، انسرقت يا ناس، اوعى تنزل حدا من الركاب. هي عم فهمك؟ لحدا ينزل منهم. كني مانك شايف يا خيو؟ ما ضل حدا من الركاب يوحد ربه، كلهم نزلوا. لك شلون خليتهم ينزلوا شلون؟ يا خراب بيتك يا ابو هاني، يا ريتني نمت نومتي الابديه ولا نمت هالنومه. دقي لك يا ربي. لك يا جماعه اطلبوا لي شرطه مشان الله، اطلبوا لي امن الكراشات بسرعه. هلا بدي الابن 300,000 ليره. لا حول ولا قوه الا بالله، شو المصيبه هي؟ هذا اللي كان ناقصنا. مصيبه ولك هي ام المصايب، ام الكوارث. لك شو عملت في حالك يا ابو هاني؟ لك ليش هيك عملت يا ابو هاني؟ روح هاي روح، حاجتك للوطن. قوم خيو، قوم نخبر الشرطة. طول بالك يا ابني، انت انسان مؤمن، مو لازم تعمل هيك بحالك. هاي حال الدنيا، ترحم عليه ولا تبكي، البكاء بيزعج روح الميت. تفضل استلم هاي الشنطة وعد المصاري. هدول 300,000 ليرة، الهوية وشوية وراء موجودين بقلب الشنطة. شو بدي عد ما دام الغالي راح؟ هاي إرادة ربنا سبحانه وتعالى. تفضل وقع لي موعد الاستلام. خلص هيك؟ تفضل، كل شيء جاهز. وبلغ تحياتنا وتعازينا للعائلة الكريمة. السلام عليكم يا بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح
له فيها بالغدو والآصال. رجال شوفي. فعلي يا ابو هاني هالمصاري حلال، شلون رجعوا لك شغلي ما بتصدق ابدا. ايه والله يا ابو تيسير، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، ما اعظم حكمتك. قسما بالله يا ابو تيسير انا لحد هلا ماني مصدق اللي صار معي. ايه وهلا شو ناوي تعمل؟ لساتك مصمم تجيب عده جديده للمحل؟ لا 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 لا، بطلت لا عده ولا مده، لغيت الفكره كلياتها من عين اصلها. وشو ناوي تعمل بالمصاري؟ ناوي وزعهم على روحي صدقة جارية للفقراء والمحتاجين، لأنه رجعتي لعند مرتي وأولادي يا أبو تيسير وأنا عايش بتسوى مصاري الدنيا كلها، وأنا راضي بإسمتي بالحياة، لك راضي بنصيبي، والله يديم الصحة علينا والسعادة يا رب. آمين يا حبيبي يا رب، آمين.